لا خيارات كثيرة تطرحها الحرب، كما لا نتيجة أخرى لسيطرة جماعات إرهابية على الأرض سوى الموت ولا شيء غير الموت، كما حدث هنا وتكرر في مدينة مسالمة كمحافظة حضرموت. فهذه الحشود أتت بقلوبها الوجلة لتودع العشرات من أبنائها الذين راحوا ضحية لعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفتهم وهم يقومون بمهمتهم في حماية المواطنين والمؤسسات الحكومية. لم تكن هذه العملية هي الأولى ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة، فإصرار القاعدة على حصد أكبر قدر من الأرواح ظهر جليا في حجم الاستعدادات المرعبة التي كشفت عنها الجهات الأمنية في المحافظة. شفنا سلسلة من الألغام والمتفجرات بطريقة دوائر كهربائية معقدة، بحيث الشارع هذا يتفجر بما فيه من سكان وبيوت والشارع الثاني يتفجر. تقويض السلم الاجتماعي وارتفاع الكلفة الإنسانية المرعبة تسببت به مثل هذه الجماعة المتطرفة التي وجدت كنتيجة حتمية لما عاشته وتعيشه البلاد. فهل ستتعامل السلطات بما تتطلبه المرحلة من حزم وتسعى لتزيد فرصا يحتاجها الناس أكثر من فرص الموت؟